الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يترأس مراسيم تدشين قناة السويس الجديدة بالزي العسكري. المشروع الجديد يهدف إلى تحفيز التجارة بين أوروبا وآسيا بحسب هيئة القناة، كما تعقد عليه الآمال لإنعاش الاقتصاد المصري المتدهور. الاحتفالات لم تقتصر على مصر فقط، بل شملت سفاراتها في الخارج أيضاً. ففي برلين مثلاً أقامت السفارة المصرية مؤتمراً صحفياً للترويج للمشروع. هو أيضاً فرصة لإطلاق منطقة قناة السويس، منطقة اقتصادية خاصة تجذب الاستثمارات والأعمال والصناعات، ولا يكون عبور السفن هو لمجرد عبور القناة كخط ملاحي، ولكن كمنطقة صناعية كبرى. كلف المشروع مليارات الدولارات تم جمعها خلال فترة قياسية عبر بيع شهادات استثمار إلى المواطنين، ويعلق المصريون آمالاً كبيرة على مشروع قناة السويس الجديدة. حاجة أنا مبسوط بها جداً بيني وبين أهلي، مش عشان خاطر فوائد ولا حاجة، عشان خاطر أنا عملت حاجة لبلدي يوم الافتتاح بتاع قناة السويس. غير أن العديد من المنتقدين يشككون في قيمة هذا المشروع، معتبرينه دعاية إعلامية مبالغاً فيها لتعزيز شعبية الرئيس السيسي. ومهما كانت الدوافع، فالمؤكد هو أن القناة الجديدة أنجزت في فترة قياسية، ويبقى الحكم على مردودها رهن المستقبل.